انا قلبي كان حاسس. امورنا يا باشا. يا ابني روح شوف لي سليمان فين. حصل يا فندم، واول ما يجي هبلغ سيادتك. ارتاح يا فندم ارتاح. ايه وانا متحفظ رايح هنا ولا ايه؟ متحفظ عليك ايه بس يا فندم؟ ولا حد جاب لي السيره دي. خش بره بس في اسبوع وبومب وصواريخ. ده لسه واد صغير واخد حته صاروخ في ودنه، ضيع الارنبه بالقرقوشه. وانت عارف بقى سيادتك اللي يلعب مع العيال. اول ما يجي هبلغ سيادتك. ارتاح يا فندم. سلام يا فندم. انت مين اللي قالك تفتح جوابات البنوك؟ والله ما في حد قال لي حاجه. عن سعادتك انت، سيبهولي سعادتك بس وروح شوف ضيوفك وانا هبشرك بالاخبار. صدقني سعادتك انا مش هسيبه الا لما يقرب كل حاجه. لو عرفت اي حاجه اطلبني بالتليفون على طول. اوامرك يا باشا. ما انت هتنطق يعني هتنطق يا روح امك. خلي بالك انا ياما نطقت ناس كتير قبل منك. تيجي انت بقى يا رشاد هتعمل لي فيها ذكر. فتحت الجوابات لياض. اه شكلك جامد ومش عايز تنطق. هتنطق هتنطق يا رشاد. ابو الوزير اودي الولاد وجيله. صباح كيوت على احلى رفارف وكابول. اهلا حسونه بيه. انا قتيل فنجانك النهارده. خلي بالك انا حاجز بقالي كتير. عيني عينيكي. انا كان طموحي اكبر من كده. صعب جدا. اقول لك ايه؟ اموت في الحنين اللي مش مبين. بس مبين حلو. يا ابني اهبط بدل ما مراتك تقفشك. ما هو انت السبب. ما هو انت لو ما كنتش جيت بمراتك كان زمان انا جيت بطولي. الله يجازيك. ما احنا بالنسبه للحاجات اللي هنا المفروض نرمي مراتاتنا في البحر احنا الاثنين. بص اللي لبس بتاع ملبس واللي ربى بتاع مربى. اللي واخد عقلك يتهناب. انت على طول كده منوره يا مهد. مش باين شكلك بقيت تقلق مني. ما تخافش النهارده هيعدي على خير. اتمنى. سالم بيه مع تحيات جمال بيسي. انا هتشكر له بنفسي. سالم بيه راجع لك يا ابو اليزيد. اوعى يا ابني. اوعى ويا ابنك. انا افتكرتك انت تنكت الغردقه كلها فيك. يا سيد بس يا سيد بتعمل ايه؟ لمؤاخذه يا سالم بيه. لمؤاخذه يا سعادتك. اتفضل سيادتك فندم. واسع يا سيد. معلش يا سيد جديد يا فندم. اتفضل سعادتك سيد. اخرب بيتك يا سيد. ايه اللي انت عملته ده؟ ده سالم بيه الجرحي صاحب القريه. سالم بيه الجرحي صاحب القريه؟ اه يا عيني عليك يا سيد. روحت بدري. بيقبل اعتذار حبيبي يا عمي. وحشني جدا. ايه الغيبه الطويله دي يا راجل؟ 8 سنين؟ لا 10. من بعد والدي متوفى بسنه على طول. الله يرحمه. بس ايه المفاجاه الجميله دي؟ اخيرا بقى لي ابن عم. شفت؟ اتفضل. والله يا عم انا تعبان جدا جدا. انا جيت من بره دايركت على حضرتك على طول. كنت وحشني قوي. ما تشوفش وحش. بس انت حبيبتي بصي بقى، عايزك توضبي السويت عندنا في الفيلا عشان ابن عمك باسم. ايوه باسم بتاع كندا. لا 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 ما احنا هنسيبه يستريح شويه وبعدين نقعد ندردش معاه نعرف كل اللي حصل له. وايه السبب انه افتكرنا بعد الغيبه الطويله دي؟ افتكرنا ده ايه يا عمي؟ وفي حد ينسى الناس اللي هو من صلبهم برضه؟ رافق. الله الله الله. هو انت؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وعاوز مني ايه يا اخي؟ عاوز منك ايه يا بنتي؟ انت جبت اللبس ده منين اساسا؟ ها؟ بقول لك ايه؟
الناس اللي هنا ما بترحمش، والمكان ده كله مترشق كاميرات، يعني مش بعيد الحوار ده يبقى متزعق الهوا في مكتب سليمان بيه. يا ابني اوعى خلينا عدي. طب خلاص خلاص اقفي بقى، صعبتي عليا. اقفي، هداري عليك لحد ما اجيب لك طبق كده، شويه جمبري شويه سلطه، ليك على لحم بطنك من ساعه ما سبت. لا بالحق، انت اشتغلتي ولا لسه؟ بس انا اشتغلت. ما انت لو ما سبتنيش اتنيل اشوف شغلي، هترفض وهيتخرب بيتي. الله الله الله، انت اشتغلتي هنا؟ من امتى؟ يوه انت لسه هتحكي؟ صدق المثل اللي قال، غردقه كلها قد كده. بقول لك ايه يا سيد؟ ابعت اجيب طبق اكل. انت ما تعرفش سالم بيت جرحي صاحب القريه، شكله ايه؟ الله لا يوريكي. ايوه يعني شكله ايه؟ انت مهتميه بشكله كده ليه؟ بقول لك ايه؟ انا هقول لك عشان ما تتدبيش على جوزك معاه زيي. هو يا ست شكله يا لهوي يما، اللهم احفظنا. تاني اصله جه على السيره. ما تبصيش ما تبصيش، هو اللي هيعدي جنبنا ده. يعني ايه يا سليمان؟ اقرص عليه، خليه ينطق حتى لو فيها طلوع روح. خلصني. ايه الاخبار؟ اقدر اخالف اوامرك؟ اتفضل اديت البيبي يتربى في عزك يا سيدي. منورين يا جماعه. نورك يا باشا. مخابرات مخابرات صحيح يا باشا. ايه دي؟ هبت المخابرات يا باشا. اهدي يا موجه شويه بقى، خلينا نشوف الست مها قارئه الفنجان هتقول ايه الحسوده. والنبي يا سيد الرجاله، بعد ما تخلص قرايه الفنجان خليها تقرا لي فنجان، هتلاقي نفسك بتربع في قعره. خير؟ قلبك جامد؟ حديد. يبقى هتستحملها. شكلك داخل على سواد يا صاحبي. يا جماعه ادوها فرصه بس تشوف فنجان. خسارتك السنه دي هتقطم ظهرك، بس في حد هيمد لك ايده ووقفك تاني على رجليك. اكيد سالم بيه. هو في حد غيره؟ عم الجدعانه كلها. لا لا لا، انا فعلا مكفيني يعني اذنكم. مش هتستنى تعرف الباقي؟ انا قلبي مش حديد زي. واضح انك ما بقيتيش بتشوفي اي حاجه تبصر بالخير. انا بقرا المكتوب مش بكتبه. ومكتوب بقى بأني لغه؟ بلغه العيون. واو، ده يبقى فنجان من شارع محمد علي مش كده؟ قال لي حسونه بيه. شوفي لي هخسر كام. مش مهم هتخسر كام، المهم ان في اللي هيعوضك خسارتك. اكيد سالم بيه مش كده؟ مش هقولها لك انت دي، هقولها له هو بيني وبينه لما نكون قاعدين لوحدنا. ياما بقول لك يا سيد الرجاله، انا جدتي اتلبشت من الوليه دي، مش عايزاها تقرا لي فنجان، شكلها كده وليه نقاقه. يا بت انت بتصدقي الكلام الفارغ ده؟ دي لا بتعرف تقرا ولا تكتب. انا حاجز بعد حسونه. انا هنا. ايه اللي انت بتعمله ده؟ واللي جابك مسافر اصلا؟ ده ما كانش اتفقنا. اعمل لك ايه؟ حسيتك مش عارفه تنفذي حاجه ما اتفقنا عليها لوحدك، قلت انزل لك يمكن نزولي خلينا ننجز احسن واسرع. والله اول ما حكمت عليا بالفشل. سلام، ما الفشل يتلت راس السنه في موضوع السم ده. سمين، ما كنتش بعت لك التركيبه بنفسي ومعيك على كل حاجه. وده بقى يا سيدي المسرح الروماني اللي بنعمل عليه الحفلات والايفنتات وكل حاجه. تحب تيجي نشوف؟ يلا بينا.